اسفين على التأخير. اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ أكثر من شغلة رح تستفيدوا منها، مش بنظام الضع دائرة، لا بنظام إنه إحنا نفهم ونحفظ الأشياء. يعني رح أعطيكم أكثر من شغلة، هذولا مؤكدين إنهم رح يجوا بالوزارة بإذن الله تعالى. نعمل تشهير للبث. حلو، موضوعنا اليوم اللي هو الإعمارات الهاشمية، وفيما بعد رح أعطيكم موضوع 100% رح يجي، يعني راح أعطيكم أكثر من شغلة اليوم إن شاء الله. فالإعمارات الهاشمية يعني بناء على رغبة الطلاب إنه إحنا بدنا الإعمارات الهاشمية. الإعمارات الهاشمية يعني من 4 إلى 8 علامات، وعلى الأغلب دائما 8 علامات، والثمان علامات تظل بإذن الله تعالى راح نحصلهم بأقل من 15 دقيقة. بس انتبهوا معاي شو الملاحظات اللي أنا بدي أكتبها لكم على أساس إنه نمشي على خطة معينة إنه إحنا نحفظ الإعمارات الهاشمية. بدي منكم بس أغلبكم نشير البث. يلا يا جماعة نشير البث بإذن الله تعالى، ما راح نطول بس نعمل تشيرات للبث قبل ما نبدأ. طيب الإشي الأهم إنه إن شاء الله راح تكون الخطة الأولى الحمد لله كانت ناجحة 100%، بس في خطة إن شاء الله قريبة راح يصير بتحدي بيني وبينكم على الفصل الأول. قريبا راح نعمل شغلة مدتها من 4 إلى 5 أيام، أنا راح أكون معكم فيها لايف، ما راح أحكيها الآن. تمام يا جماعة، يلا نعمل تشيرات الله يرضى عليكم. احنا عشان نشتغل ونطلع كلنا حافظين بإذن الله تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا يا رب. طيب احنا عندنا مشكلة بالإعمارات الهاشمية والطلاب دائما بنسوهم، بس بوعدك فتح لي مخك، بديش لا دوسية ولا بدي كتاب. تصور انا واصل معك لأي مرحلة، لا بدي دوسية ولا كتاب، جيب لي على قولة الختياريات شكفة ورقة وحط لي اياها قدامك مع قلم، واستعد للأشياء اللي بدي أحكي لك إياها. قولوا بسم الله وعلى بركة الله. طيب الملاحظات هاي اكتبها لأنه كثير بتفيدك، وما رح بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى ما رح تنساهم نهائيا. أول ملاحظة، أنا عندي 6 إعمارات هاشمية. إذا أنا عندي كم إعمار؟ 6. طب يا أستاذ هو مكتوب الإعمار الأول والثاني 5، هم 6 بس هم 5. اتذكر إنه هم 6 إعمارات هاشمية بس هم 5. ليش؟ لأنه في بيناتهم طارئ، وضروري جدا إنه أنا أحفظهم على الترتيب. ننتبه، أنا لما بدي أجي أدرس الإعمارات الهاشمية أنا بنصحك إنك تقسمهم لجزئين. ليش جزئين؟ الآن بتفهم ليش جزئين. الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول هم 3 إعمارات، والجزء الثاني برضو 3 إعمارات، يعني أول وثاني. انتبه لي عندي هون، لما بدنا نقول الجزء الأول يعني أنا في عندي الإعمار الأول وعندي الإعمار الثاني وعندي الإعمار اللي بنسميه الطارئ. عرفت ليش هم 6 بس 5؟ لأنه إحنا ما عندنا أول ثاني ثالث رابع خامس، إحنا عندنا أول ثاني طارئ. اتذكر إنه لازم بالترتيب نحفظهم. والجزء الثاني الإعمار الثالث والإعمار الرابع والإعمار الخامس. في طلاب بقول لك ليش يا أستاذ أنت قسمتهم بالطريقة هاي؟ لأنه في ببالي معين، في ببالي ملاحظة معينة، لأنه أنا في حال إجاني سؤال وانطلب مني الفترات، أنا في حال إنه أنا نسيت أنا بقدر أطلع الفترات إنه في عندي جزء أول وجزء ثاني. اتذكر إنه الجزء الأول هذا قبل، ها بلهجتنا العامية، قبل التسعينات. طيب الجزء الثاني هذولا بالتسعينات، يعني بسنوات التسعينات. يعني
انا لما بدي اجي للاعمار الاول، انت مش بالتسعينات، انت مش بالتسعينات، انت مش بالتسعينات. طب الجزء الثاني، الثالث، رابع، خامس، هذول بالتسعينات. الملاحظه الاهم، جميعهم للملك الحسين بن طلال باستثناء الإعمار الأول والإعمار الخامس. ليش؟ لأن الإعمار الأول كان للشريف الحسين وللملك عبد الله الأول، أما الخامس للملك عبد الله الثاني. نرجع نعيد الملاحظات، اللي بيمشي على الخطة هاي عمره ما رح ينساهم. أنا كم إعمار عندي؟ أنا عندي ست إعمارات هاشمية. أنا كم إعمار عندي؟ أنا عندي ست إعمارات هاشمية. ركزوا على الموضوع، اليوم في ثمان علامات بربع ساعة، ما رح أطول عليكم فيهم، لأنه اللي بيمشي على الخطة هاي ما رح يتأخر نهائياً. أنا في عندي كم إعمار؟ أنا عندي ست إعمارات هاشمية. ممتاز. طب أنا لما بدي أدرس الإعمارات، والله الأستاذ ثامر غرايبي قال لي على جزئين أدرسهم. ليش؟ أنا بريح حالي، ولما يجيني سؤال بقدر أميز. الجزء الأول هو الإعمار الأول والثاني والطارئ. لا تنسى أنه لازم تحفظهم بالترتيب، أول، ثاني، طارئ، ثالث، رابع، خامس. إذا أول، ثاني، طارئ، ثالث، رابع، خامس. ممتاز. طيب الجزء الثاني، ثالث، رابع، خامس، وهذولا بالتسعينات. إذا الأول والثاني والطارئ هذولا قبل التسعينات. طيب الثالث والرابع والخامس هذولا بالتسعينات. وتذكر إن أنا قلت لك كل الإعمارات لمين؟ كل الإعمارات للملك حسين باستثناء الإعمار الأول والإعمار الخامس. يعني الثاني للملك حسين، الطارئ للملك حسين، الثالث للملك حسين، الرابع للملك حسين، إلى آخر ذلك. تعال نطبق أنا وياك قبل ما نخش على النقاط وعلى الإنجازات. طيب أنت يا أستاذ أخذوا لها سكرين علشان نمشي خطوة بخطوة. خذوا لها سكرين سريع. يلا يا جماعة. تمام. طيب الآن تعال أطبق أنا وياك على الفترات علشان ما ننسى. اتذكر الأستاذ ثامر قال أنا لازم أطبقهم أو لازم أعملهم على جزئين. خلينا نيجي على الجزء الأول. والجزء الأول اتفقنا قبل التسعينات. ممتاز. طيب أنا شو في عندي؟ الجزء الأول الإعمار الأول، الإعمار الثاني، الإعمار الطارئ. ممتاز. إذا عندي إعمار أول، ثاني، طارئ. ممتاز. طيب بنيجي على الإعمار الأول. قلت لي قبل التسعينات. يعني هذا سنة 1922 ظل موجود لحد استشهاد الملك عبد الله الأول. متى استشهد؟ في 51. إذا الإعمار الأول من سنة 22 لحد ما استشهد الملك عبد الله الأول بال 51. تعال الثاني مدته 10 سنوات من 54 لل 64. طب الطارئ، الطارئ ما له فترة، سنة 69. يعني أنا صار في عندي أول جزء أو أول ثلاث إعمارات اللي هي الأول والثاني والطارئ. الأول بلش ب 22 انتهى بال 51، غبنا ثلاث سنوات. الثاني من ال 54 لل 64. ممتاز. طب الطارئ ما له فترة، 69. تمام. طيب تعالي على الجزء الثاني. احنا على فترات، خلينا عشان نحفظ الفترات أول إشي بعدين بنبلش نشرح. طيب أول، ثاني، طارئ. ممتاز، هذول الجزء الأول. الآن هون بالتسعينات. حلو. إذا هذا الإعمار الثالث والرابع والخامس. ممتاز. طيب اتذكر أن الجزء الأول بلش باثنين، صح؟ إذا الجزء الثاني لازم يبلش باثنين. قلنا بالتسعينات، يعني هون بالاثنين وتسعين حتى الأربعة وتسعين. تعال بصير الشغلة على التوالي.
حط لي الأربعة وتسعين هون. متى توفى الملك حسين؟ بالتسعة وتسعين. إذا هاي الفترة الثانية من 92، الثالث 92، 94، طب الثالث، الرابع سوري 94، 99، الخامس كلنا بنعرف من 99 حتى الآن. الإضافة الجديدة إنه كلهم للملك حسين باستثناء الأول والخامس. ليش؟ لأنه الأول للشريف الحسين وللملك عبد الله الأول. طيب الخامس لمين؟ للملك عبد الله الثاني، والباقي كله لمين؟ للملك حسين. إذا أنا في عندي هون ست إعمارات، أول ثاني طارق، هذول قبل التسعينات، 22 51 54 64 69. الجزء الثاني ثالث رابع خامس 92 92 94 94 99 99 حتى الآن. تمام يا جماعة؟ إذا هاي عندي الإعمارات علشان الآن نبلش نشرح أول ثاني ثالث إلى آخر ذلك. يلا اعملوا سكرين، قولوا يا رب يلا بدنا همة 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 همة. يلا يا حلوين، رائعين رائعين، الله يسعدهم. طيب يلا عليهم عليهم. تعالي على الإعمار الأول، سيبنا احنا بدنا هون نشرح شرح. طيب كيف بتمسح هاي يا زلمة؟ والله هيك. يلا جاهزين؟ جاهز ورقك، جاهز 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 جاهز. يلا شو اللي تحت؟ طب هو انا بدي مساحة تقول هيك. طيب طيب تعال الحقني. الاعمار الاول لا تنسى قلنا لك فترته من سنة الاثنين وعشرين حتى الواحد وخمسين، ممتاز. طيب تعال في عهد مين هاد؟ بتقول لي على السريع، في عهد الشريف الحسين بن علي، وفي عهد مين على السريع؟ جاوب معي، الملك عبد الله الأول. أحسنت. إذا أنت يا عمار يا أول، أنت بلشت باثنين وعشرين وانتهيت بالواحد وخمسين، قال بعرف. طب بعهد مين؟ الشريف الحسين بن علي والملك عبد الله الأول. طب تعال، بما إنه الشريف حسين معناته صار في عندي تبرعات. اتذكر هذا التاريخ، تتذكروا لما أهالي فلسطين بايعوا الشريف الحسين بن علي؟ متى بايعوا؟ بالأربعة وعشرين. إذا علي خلي الواحد يبرد. طيب إذا هون في عهد الشريف الحسين بن علي وعهد الملك عبد الله، منيجي هون بالإعمار الأول في شوي مختلف. إنه هون تتذكروا الشريف الحسين بايعوا أهالي فلسطين بالأربعة وعشرين صح؟ فعندي هون سنة الأربعة وعشرين، حط لي عليها دائرة. شو صار عندي هون؟ تبرعات. مين اللي تبرع؟ الشريف الحسين بن علي، وتبرع مرتين، مرة هون ومرة هون. مرة تبرع بثمانية وثلاثين ألف دينار ذهب، ليرات ذهب. إذن تبرع بثمانية وثلاثين ألف دينار ذهب، ومش بس هيك، لسه في كمان وخمسة وعشرين ألف دينار ذهب. طيب الثمانية وثلاثين ألف دينار والخمسة وعشرين راحوا لمين؟ الثمانية وثلاثين راحوا لمين؟ للمسجد الأقصى. إذا الكثار راحوا للمسجد الأقصى، الخمسة وعشرين راحوا لمين؟ للمساجد في والأملاك في عموم فلسطين. إذا أنا بدي أجي أنتبه هون. الإعمار الأول 22 51 شريف حسين عبد الله الأول، بال 24 صار في عندي تبرعات. المرة الأولى 38 ألف دينار ذهب، والمرة الثانية 25 ألف دينار ذهب. ال 38 لمين راحوا؟ للمسجد الأقصى. ال 25 لجميع المساجد في فلسطين. أنا بهمني هون أكثر إيش؟ الإنجازات. تعال 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 بسرعة بسرعة.
تعال اعمل هيك واعمل هيك. الانجازات، الانجازات لمين هذول؟ للملك عبد الله الاول. تعال الانجازات صار في عندي ثلاث، واحد اثنين وهاي ثلاث. يا عيني اتذكر بالاعمار الاول انه في منهم ثنتين للمسجد الاقصى وواحد لكنيسة القيامة. ليش؟ لانه هون صار في عندي اعمار المسجد الاقصى او بمسمى ثاني اسمه الثاني حرم القدس الشريف، صح؟ اعمار الحرم القدسي الشريف اللي هو نفسه المسجد الاقصى، صح؟ صح. نفس الشيء رجعوا عملوا ترميم، صح؟ هون اعمار بس هون ايش؟ ترميم. ليش ترميم؟ ترميم المسجد الاقصى. شو السبب؟ السبب حرب 48، حرب النكبة. اذا انا هون صار في عندي ثنتين للمسجد الاقصى، مرة اعمار ومرة ترميم. طب ليش الترميم؟ بسبب حرب 48، بسبب حرب 48. طيب حلو، منيجي هون في عندي اشي لكنيسة القيامة برضو ترميم. ترميم ايش؟ كنيسة القيامة. طب ليش عملوا ترميم لكنيسة القيامة؟ لانه ب49 صار فيها حريق اضرمه يهودي متطرف طبعا، وشارك في اخمادها الملك عبد الله الاول. اذا انا لما بدي اجي على الاعمار الاول على السريع، هو الاعمار الاول هو اللي باخذ وقت شوي، باجي بقول الاعمار الاول من سنه 22 لسنه 51 للشريف حسين وللملك عبد الله الاول. الشريف حسين تبرع، متى تبرع؟ بال24 تبرع مرتين، مره ب 38 الف دينار ذهب والمره الثانيه ب 25 الف دينار ذهب. ممتاز. طيب ال 38 راحوا لمين؟ للمسجد الاقصى. ال 25 للمساجد والاملاك الوقفيه في عموم فلسطين. طب الانجازات لعبد الله الاول. طب شو هي الانجازات؟ بقول اثنين منهم للمسجد الاقصى وواحد لكنيسه القيامه. المسجد الاقصى اعمارها، اثنين ترميم المسجد الاقصى. ليش؟ لانه بسبب حرب ال 48. كنيسه القيامه برضو عملوا لها ترميم. ليش؟ بسبب حريق اضرمه يهودي طبعا، وشارك الملك عبد الله في اخماتها. هل بده يعمل سكرين؟ يعمل على السريع. خلينا نخش على الاعمار الثاني. يلا يا جماعه بسرعه. ايوه حلوين. تعال معي هون على الدوسيه. خلاص شو هذا؟ هاي الدوسية، هاي الإعمار. الآن هاي بالنسبة للإعمار 22 51 تبرع بال 24 38 25، صح؟ هون ال 38 راحت للمسجد الأقصى وهون للأملاك الوقفية في عموم فلسطين. الإعمار جزات قلنا مرة الحرم القدس اللي هو نفسه المسجد الأقصى، الأقصى بسبب حرب 48 وكنيسة القيامة بال 49 بسبب الحريق. تعال على الإعمار الثاني. الإعمار الثاني شو حكينا إحنا هون؟ حكينا هون انه صار من ال 54 الى ال 64، صح؟ 10 سنوات قعد، صح؟ فاتذكر انا شو بدي احكي لك هون الاعمار، لانه انتم كيفتوا على التلخيص. المشكله هون اذا مياب كيف بمسح، بدك تطلع من القلم. ايوه تختار سلكت هاي. ايوه هاي وين هذا؟ ايوه هاي. طيب تعال لي هون. الاعمار الهاشمي الثاني، اتذكر انه الاعمار الهاشمي الثاني قاعد 10 سنوات، يعني من سنه ال 54 لل 64، صح؟ كله للملك حسين قلنا باستثناء الاول والخامس، باستثناء الاول والخامس. يلا يا جماعه تعال الانجازات، ما راح نطول عليك. تتذكر بمواقف الملك حسين؟ بتذكر. شو عمل الملك حسين؟ عمل لجنة الاعمار، صح؟ اللي كانت في سنة ال 54، صح؟ اذا اول شغلة صار في عندنا لجنة اعمار، صار عندنا لجنة اعمار. طب الثانية،
في عندي النقطة الثالثة أهم، شايفينها وينها؟ هاي كلمة الألمنيوم أنا مضلل لك عليها، كثير مهمة. فهون بدي تركز على كلمة إنه دائما كل ما نقول ألمنيوم نقول ألمنيوم اثنين، يعني ليش؟ الإعمار الهاشمي الثاني. فأنا هون ترميم الجامع القبلي، أول شيء بدنا نرمم الجامع القبلي والمعالم الإسلامية في ساحة الحرم القدسي اللي تضمنت إيش؟ آبار، سبل، قباب، محاريب ومصاطب. إذن أنا بالإعمار الثاني شو صار عندي؟ لجنة إعمار. شو كمان؟ بدنا نرمم الجامع القبلي والمعالم الإسلامية التي تضمنت آبار، سبل، قباب، محاريب. النقطة الثالثة، اتذكر مجرد ما شفت كلمة ألمنيوم معناته أي إعمار؟ معناته الإعمار الثاني. فأنا هون تبديل قبة المسجد بقبة، اتذكر كلمة الألمنيوم إنه المذهب إنها اثنين، خلص دائما أنا بقول ألمنيوم اثنين، ألمنيوم اثنين يعني أي إعمار الثاني. إذا الثاني لجنة إعمار، جامع قبلي، ألمنيوم. يلا اعمل سكرين، اعمل سكرين لأنه الساعة بدنا نروح على الطارق. يلا يا جماعة، طيب الطارق ما في إشي. الطارق وكأنه بقول لك ليش عملوا الطارق بالتسعة وستين؟ الطارق بالتسعة وستين عملوها، تعال تقول لك ليش، ما بدناش نكتب هون. الإعمار الطارق طوارئ، يعني كيف بكرة لما واحد يمغص أو إيش بقولوا خضوع الطوارئ صح؟ واحد انفشخ بقولوا له خضوع الطوارئ صح؟ أبو العسل داخ بقولوا له خضوع الطوارئ صح؟ بكون السكري نازل عنده مش ماكل حلويات. فإحنا ثامر داخ مش ماكل حلويات ضغطه نازل خضوع الطوارئ، فخلص كلمة طوارئ نفس الشيء. قال له شو هاي الطارئ؟ طوارئ يعني. فالإعمار الهاشم الطارئ بالتسعة وستين صح؟ في عهد مين؟ كله قلنا الملك حسين باستثناء الأول والخامس، تذكر. شو السبب؟ الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي بسبب الحريق الذي أضرمه يهودي متطرف بالتواطؤ، يعني بالاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي في سنة 69. ليش؟ يعني وكأنه بقول لي لو سألني سؤال، الإعمار الذي جاء نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالجامع القبلي في سنة 69 بنقول هذا الطارئ. إذا هذا المجموعة الأولى بنكون هيك خلصناها. تمام يا حلوين؟ المجموعة الثانية ما بتأخذ مننا وقت نهائيا. قولوا يا رب. يلا عليهم. الإعمار الثالث والرابع والخامس، هذولا جماعة التسعينات. الثالث والرابع والخامس هذول متفوقين جماعة التسعينات، صح ولا لا؟ إن شاء الله غير تكونوا كلكم من المتفوقين. تعال معي. الإعمار الثالث اللي هي المجموعة الثانية، بلشنا بالاثنين وتسعين وانتهينا بالأربعة وتسعين صح؟ اتذكر إنه كيف لما قلت لك ألمنيوم اثنين، مجرد ما شفت 5000 صفيحة ذهبية نقول هذا الثالث. 5000 صفيحة ذهبية الثالث. فهون تم تصفيح قبة الصخرة بخمس آلاف صفيحة ذهبية، فأنا لازم أميز ما بين كلمة ألمنيوم اثنين بس 5000 صفيحة ذهبية الثالث. فهون تم إعادة تصفيح قبة بخمس آلاف صفيحة ذهبية على نفقة الملك الحسين. طيب أنا بدي أجي هون بدي أقول إيش؟ الإعمار اللي هو بالمجموعة الثانية الثالث. طيب جماعة التسعينات الثالث رابع خامس صح؟ من الاثنين وتسعين للأربعة وتسعين، ممتاز. في عهد مين؟ الحسين بن طلال، ممتاز. شو صار عندي هون؟ على السريع اتذكر انه الثالث دائما فيه تصفيح 5000 صفيحة ذهبية لمين؟ للمسجد الأقصى صح؟ على حساب مين الخمس آلاف صفيحة ذهبية؟ على نفقة الملك الحسين. بعدين النقطة الثانية وهي الأهم، فيها جزء مهم تكرر بالوزارة والطلاب خربطوا فيه. إذا سوري، صفحوا قبة الصخرة بخمس آلاف صفيحة ذهبية. صار في عندي ترميمات وين؟ في ساحة الحرم الشريف.
اذا هون صار في عندي ترميمات وين؟ في ساحة الحرم الشريف اللي هو المسجد الأقصى. يعني الترميمات هاي وين صارت؟ بثلاث شغلات: قبة السلسلة، والمتحف الإسلامي، وباب الرحمة. إذا أنا لما بدي أقول إعمار ثالث بدي أقول من 92 لل 94 في عهد الملك الحسين بن طلال تم تصفيح قبة المسجد بخمس آلاف صفيحة ذهبية على نفقة الملك الحسين. ومن هنا بنقول إيش صار في عندي ترميمات. الترميمات هاي تضمنت قبة السلسلة، المتحف الإسلامي، وباب الرحمة. هذول أجوا وزارة. يعني لو قال لي واحدة من الآتية تعد من ضمن إنجازات الإعمار الهاشمي، لو قال لي قبة السلسلة صح، متحف إسلامي صح، باب الرحمة صح. فهذا بالنسبة للإعمار الثالث. خذوا له سكرين. يلا يا جماعة خلص خلص. طيب قديش الساعة؟ يلا روح لي على الإعمار الرابع. الإعمار الرابع ما بدنا نكتبه لأنه بسيط. اتذكر هون الإعمار الرابع. لما نقول الرابع يعني برضه من الأربعة وتسعين، سوري، من الأربعة وتسعين للتسعة وتسعين، هذا آخر إعمار في عهد الملك الحسين. طيب إذا شفت صنع منبر صلاح الدين، كلمة صلاح الدين، منبر صلاح الدين، ولا تفكر. طب يا أستاذ ما هو، أنا ما بقول لك عن مواقف. لو قال لك موقف ومنبر صلاح الدين حط الملك عبد الله الثاني. إحنا بنحكي عن إعمارات. إذا قل الإعمار وذكر فيه منبر صلاح الدين، وبديش تكمل القراءة، ذكر فيه منبر صلاح الدين، أنا باجي بقول هذا الإعمار الرابع. وهون صيانة المرافق بس، صلى الله وبارك. إذا مجرد ما قال لي إعمار رابع بقول له من الأربعة وتسعين للتسعة وتسعين. طب شوفي خلص، منبر صلاح الدين وأيضا ترميم المرافق، شكرا لك. بس إذا هذول منبر صلاح الدين وصيانة المرافق، خلص أكتب الإعمار الرابع، شكرا لك. لا تغلبش حالك، بس أنتوا لا تنطوش الأمور حجم زيادة عن اللزوم. يلا خذوا لها سكرين بلا هبل. آخر إعمار للملك عبد الله الثاني هو من سنة 99. أكيد أي شيء من 99 حتى الآن هو للملك عبد الله الثاني. هذا الإعمار الخامس والأخير. ليش مغلب حالي؟ ها، زاد الموظفين وزاد رواتبهم، خلصنا، ما بدي تحفظ. إذا شوف الدليل، المسجد الأقصى الخامس، الصندوق الهاشمي الخامس، كرسي الخامس. يعني أنا إذا بشوف هذول الكلمات، زاد الموظفين وزاد رواتبهم خامس، كلمة دليل خامس، صندوق هاشمي خامس، كرسي خامس. بس النقطة الأخيرة بدي أنتبه لها. إذا قال لي كرسي جلالة الملك عشان يدرسوا فكر مين؟ الإمام الغزالي. في أي جامعة؟ في جامعة القدس. ركزوا على الإمام الغزالي وجامعة القدس. هذا بما يخص، هذا بما يخص الإعمارات الهاشمية. واللي بقول لي صعبات بقول له في عندك مشكلة. تمام يا حلوين؟ طيب تعال أنا وياك على شغلة أهم كثير لازم تركز عليها. والله هاي المعلومة تكتب لي إياها، ولا بدي أفاجئكم بإشي ثاني. في رسالة عمان، قبل ما نبدأ في رسالة عمان بدي أعطيك بعض المعلومات اللي علشان تمشي عليهم بما يخص رسالة عمان. أنا ما راح أطول عليك، بس بدي أعطيك هذول المعلومات عشان تقدر تمشي عليهم. رسالة عمان أول إشي كتبها الملك عبد الله الثاني وكبار علماء الأردن. كل فكرة رسالة عمان جاءت لتوضيح حقيقة الإسلام. يعني تذكر ليش كتبوا رسالة عمان؟ عشان توضح حقيقة الإسلام. بدي أكتب لك مجموعة معلومات وهذول خليهم حلق بأذانك. هذول 99% لازم يجي على واحد منهم وزارة. لا بدي أدخل لك لا من وين أجت ولا أنا ما راح أدخل لك، بس بدي أعطيك هذول ونصيحة خليهم دائما بوجهك. رسالة عمان خذ هالمعلومات. اتذكر إنه رسالة عمان بالألفين وأربعة ميلادي، والهجري أهم.
1425 هجري. يعني انا لما هو ميلادي يعادل هجري، يعني لما نقول رسالة عمان بال 2004، رسالة عمان كهجري 1425. ممتاز. طيب من وين صدرت رسالة عمان؟ صدرت رسالة عمان اكيد من عمان. ممتاز. طيب رسالة عمان مين الملك؟ الملك عبد الله الثاني طبعا وكبار علماء الأردن. ممتاز. طيب في أي شهر؟ في شهر رمضان. طيب متى؟ في ليلة القدر. سأحب أقول شو عرفتم في ليلة القدر يا بي على أسئلتكم. تمام. إذا رسالة عمان بال 2004، رسالة عمان 1425، رسالة عمان من عمان، من عمان يعني أصلا تجمعت أركانها في الأردن، عبد الله الثاني وفي شهر رمضان. السؤال الأهم، لو سألني سؤال من أين نبعت رسالة عمان، يعني لو سألني رسالة عمان لما كتبوها من أين نبعت، اتذكر إنه نبعت من ثلاث شغلات: من القرآن الكريم، من الإسلام ووسطيته، ومن الرؤية الهاشمية النيرة. إذا لما يقول لي إحنا لما كتبنا رسالة عمان هي مكتوبة وملخصة أصلا حتى على الدوسية بطريقة مرتبة، يعني على الدوسية مريحة. إذا اتذكر لي هذول، وهذا آخر إشي ممكن أعطيك إياه. ربي إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لحضوركم. أنا حبيت اليوم أطلع وأعطيكم العمارات الهاشمية. تمام. طيب شو في إشي موضوع ببالكو؟ بالله تكتبوا لي بالتعليقات شو في إشي موضوع ببالكو حابين تشرحوا أو أشرح لكم إياه. شو طيب والله خذ لي هالتلخيص عندك بلزمك. هذا اليوم طالع هيك. طيب من الوحدة الثانية، هذا هبل اليوم، بث اليوم بلا هدف بلا عنوان. طيب لاحظ معي، حط لي اياهم دائما مع بعض: الانجازات الداخليه للملوك الهاشميين. تعال بدي اعطيك اياهم بطريقه وحطهم قدام صباحك. الملك عبد الله الاول، الملك طلال، والملك الحسين بن طلال. هذولا يعني خاوة لازم يجي عليهم سؤال. والملك عبد الله الثاني، والله يحط لي اياهم. والله على الاغلب هذول من 4 إلى 8 علامات. خليكي اكتب لي السؤال بالطريقة هاي عندك. تعال انا لما بدي اقول الملك عبد الله الاول، اتذكروا انه صدور 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 تحويل وإلغاء. إذن أنا لما بدي أقول الملك عبد الله الأول بقول صدور صدور تحويل إلغاء، صدور صدور تحويل إلغاء. صدور إيش؟ دستور 47 صح؟ وإلغاء القانون الأساسي 28. ممتاز. لما بدي أقول صدور الثاني، صدور قانون الانتخاب متى؟ بعد وحدة الضفتين اللي هو كان سنة 50 صح؟ تحويل ايش؟ نظام الحكم من اميري الى ملكي نيابي وراثي. طبعا لها تكملة: وان الملك هو رئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية، والغاء المجالس التشريعية ليحل محلها
مجلس الأمة اللي بتكون من النواب والأعيان. لما بدي أقول الملك طلال، يعني أنا مش قاعد بحفظ في كل، لأنه هذا إشي أخذناه، بس هذول دائما خليهم قدامك. طلال، طلال فقط هو دستور 52، وعندنا هون ديوان المحاسبة برضو سنة 52. خلصنا. الملك الحسين بن طلال دائما شو قلنا لكم؟ على وزن تاع، صح؟ على وزن تاع، تعزيز النهج الديمقراطي وتعريب قيادة الجيش وتعديلات دستورية، صح؟ دائما هذول خليهن قدامك. نيجي على عبد الله الثاني، هذول خليهن ولزكن قبالك. خلينا نشوف صوركم، ودونا صور على الانستغرام وعلى الفيسبوك، نشوف كيف لزقتوها. عبد الله الثاني محكمة دستورية، صح؟ 2 هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، 3 قانون اللامركزية، 4 إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي، وانتبهوا، وكان في مقدمتها قانون الانتخاب، صح؟ وقانون الأحزاب وقانون انتخابات والمطبوعات والاجتماعات العامة. هذول يا جماعة بالطريقة هاي يعني بدناش احنا، اكيد لانكم عارفينهم، اعملها وخليها قبالك، لانه لازم. شايف فاضل كتبت لك اياه؟ والله من 4 إلى 8 علامات. بديش اطول عليكم كثير، ربي يعطيكم الصحة والعافية. لقاءنا ان شاء الله، الله اعلم، انا في خطة ببالي، يعني راح تكون ان شاء الله قبل امتحاناتكم باذن الله تعالى، نحدد وقت. وانا افضل والله بالعطلة، انا حاب العطلة، نعمل تحدي للفصل الاول ببثوث شاملة، وانتظر ان شاء الله نفس الاشي لبنك الاسئلة قريبا ان شاء الله. انتظرونا، وان شاء الله يا رب ينطينا الصحة ويقدرنا انه احنا نضل واصلين معاكم لاخر او لباب الامتحان ان شاء الله. وبوعدكم زي كل سنة، انا قبل الامتحان لطلابي ما بترككم نهائيا. محبكم الاستاذ ثامر غرايبة، ربي يرضى عنكم ان شاء الله جميعا. طبعا دوسيت الفصل الثاني الان موجودة بالمكتبات، دوسيت الفصل الثاني موجودة بالمكتبات، واللي ما حصل على نسخة بنك الاسئلة ضروري جدا بنك الأسئلة الفصل الأول، لأنه شامل وكامل، يحتوي على الأسئلة المتوقعة والأسئلة الموضوعية والأسئلة الوزارة كاملة لحالها وكل التواريخ لحالها. محبكم الأستاذ ثامر غرايبة، وبذكركم أنه بطاقة الفصل الأول وبطاقة الفصل الثاني مع بعض ب25 دينار، بإمكانكم مع مندوب الأستاذ ثامر غرايبة تتواصلوا وتحصلوا على هذا العرض. ربي يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.